من بعد ما شفنا الانواع ديال الصيغ القانونيه والايجابيه والسلبيه ديال كل صيغه، غادي نشوفوا بعض العوامل المهمه ملي كنجيو نديروا هذا الاختيار. اول عامل غادي نشوفوه هو طبيعه النشاط التجاري. غادي نشوفوا من بعد العامل ديال التكلفه الضريبيه، وفي الاخير غادي نطرقوا لتاثير خطط تطوير المشروع على اختيار الصيغه القانونيه. الى عقلتي على اشنو قلنا في الفيديو السابق، الاصايغي اللي كتميز بالمسؤوليه المحدوده، هادشي كيعطي صاحب المشروع واحد الحمايه من خطر المتابعه على الممتلكات الشخصيه ديالو في حاله الافلاس، اولا الى الشركه ديالته ما قدرتش تسد الديون اللي عليها. يعني الى ما عنديش واحد الثقه كبيره في فرص نجاح ديال المشروع ديالي، الى عندي شي تخوف كتبقى هاد الصيغه ممكن تولي. ولكن ما نساوش السلبيات اللي هضرنا عليها اخر مره، حتى هما خصني ناخذهم بعين الاعتبار. الى كنت غادي نحتاج نشغل المستخدمين، خصني نعرف الى ما يمكنش نكون اوتو انتربرونور او مقاول ذاتي. الا كنتي حريفي وعندك صناعه في يديك ممكن تكون اوتو انتربرونور، ولكن الا كانوا المداخل ديالك كيفوتوا الحد الاقصى اللي مسموح به، غير يمكنك تشتغل في اطار اصايغيل اولا الشركه الفرديه. بالنسبه للتعاونيات، كتبقى احسن صيغه قانونيه الا كانوا بزاف ديال المنخرطين كيخدموا نفس المنتوج، وغادي نستافدوا جميع من الاثار الاقتصاديه والاجتماعيه للمشروع. كنا تحدثنا بعجاله على الضريبه اللي كتخضع عليها كل صيغه قانونيه، دابا غادي نطرقوا لهذا الموضوع بشكل اكثر تدقيق. الاصايغيل او الشركه ذات المسؤوليه المحدوده كتخضع للضريبه على الشركات. هاد الضريبه كتطبق على الارباح السنويه. الارباح هو فاش كيكون المداخل اكبر من المصاريف. اذا كانوا المصاريف اكثر من المداخل ما كيكونش ربح، كتكون عندي خساره. في حاله ربح كنخلص ضريبه على الشركات على حسب مستوى ديال الارباح كيف ما كيبان في هذا الجدول. كلما تزاد الارباح ديال الشركه ديالك كلما الضريبه على الشركات حتى هي كتزاد. اذا كان مستوى الارباح ما بين 0 و 300 الف درهم فنسبه الضريبه على الشركات هي 10%. إذا كان مستوى الأرباح ما بين 300 ألف درهم ومليون ديال الدرهم فنسبة الضريبة على الشركات هي 20%. إذا كان مستوى الأرباح أكثر من مليون ديال الدرهم فنسبة الضريبة على الشركات هي 31%. خصنا نميزوا ما بين الأرباح ديال الشركة وشحال غيمكن لك تدخل في جيبك كصاحب المشروع. تقدر دير راسك واحد صالير أجرة اللي غادي تكون نفقة ديال المشروع ويدخل لك في الحساب ديالك في الناتج السنوي. ما تنساش أن الصالير كيتخلص عليه واحد الضريبة ديال الدخل اللي غادي نشوفها من بعد. الا ما عطيتيش راسك واحد الصالير كتبقى لك واحد الطريقه وحيده باش دير الفلوس في جيبك، وهي تقوم بتوزيع الارباح ديال الشركه. هاد التوزيع ديال الارباح كتخلص عليه واحد الضريبه ديال 15% سميتها الاقتطاع من المنبع. الا درتي ارباح قبل الضريبه على الشركات ديال 500 الف درهم مثلا وقررتي توزع منها 300 الف درهم، شحال غتخلص؟ يعني الربح صافي ديال الشركه هو بالنسبه للاقتطاع من المنبع غادي تخلص. هادو هما اهم الخصائص ديال الجانب الضريبي ديال الاصايغيل ولا الشركه ذات مسؤوليه محدوده. الا كنتي شركه فرديه الارباح ديالك غادي يكونوا خاضعين للضريبه على الدخل اللي كتخلص عليها على اساس هذا الجدول. الا كان مستوى الارباح ما بين 30000 درهم و 50000 درهم فنسبه الضريبه على الشركات هي 10%، ولا كان مستوى الارباح ما بين 50000 درهم و 60000 درهم فنسبه الضريبه على الشركات هي 20%. الا كان مستوى الارباح ما بين 60000 درهم و 80000 درهم فنسبة الضريبة على الشركات هي 30%. إذا كان مستوى الأرباح ما بين 80000 درهم و 180000 درهم فنسبة الضريبة على الشركات هي 34%. ولا كان مستوى الأرباح كيفوق 180000 درهم فنسبة الضريبة على الشركات هي 38%. فهاد النوع ديال الشركات ما كاينش اقتطاع من المنبع ديال 15%. مثلا إذا الربح السنوي ديالي هو 55000 درهم، الضريبة على الدخل اللي غادي نخلص هي 3000 درهم اللي كنحسبوها كالتالي. غيقدر واحد في هاد الجوج ديال الصيغ القانونيه يكون احسن فيما يخص الضريبه اللي غادي تحملها على حساب شحال هو اللي نتحقق ديال الارباح. ولكن ما تنساوش ان الاختيار ديالكم ما خصوش يكون مبني غير على الاساس، خاص تاخذوا بعين الاعتبار العوامل الاخرى اللي تكلمنا عليها من قبل. بالنسبه للمقاول الذاتي كنا قلنا بان كيخلص 1% كحد اقصى من المداخل ديالو، ورد البال هنا كندوي على المداخل ماشي الارباح، يعني شحال بعتي ماشي شحال بقى لك. اما بالنسبه للتعاونيات كما قلنا من قبل هي معفيه من الضريبه على الارباح ديال الشركات إذا كانت تعاونية ديال التسويق، أما إذا كانت تعاونية ديال تحويل المواد الأولية فهي معفية على الضرائب في حدود مليون ديال الدرهم في المداخل ديالها. كاينين عوامل أخرى مهمة خصنا ناخذو بعين الاعتبار باش ناخذو الصيغة القانونية المناسبة ديالنا. إذا كنا باغيين مستثمرين خارجيين يدخلوا معنا في المشروع خصنا ولابد تكون عندنا واحد الشركة بحال إصايغيل باش نقدروا نبيعوا الحصص من الحصص الاجتماعية ديالها ولا الأسهم ديال الشركة. وحاجة مهمة كذلك، إذا كنا مثلا بغينا نطوروا الشركة ديالتنا ونوجدوا الوليدات ديالنا باش هما يتكلفوا بها مورانا، ضروري ما نستعملوا الصيغه القانونيه ديال اصايغيل. بحال هكذا نقدروا نتقاسموا الحصص الاجتماعيه والاسهم وتبقى الشركه كاينه.
اما اذا كانت شركه فرديه ولا قدر الله وقعت الوفاه ديال حامل المشروع، المشروع كيبقى المال ديالو غالبا عرضه للضياع. كيف ما شفنا ملي كنبغيو نختاروا واحد الصيغه قانونيه للمشروع ديالنا، كاينين بزاف ديال الاشياء اللي خصنا نردوا لها البال، خصوصا العوامل المتعلقه بنوعيه النشاط التجاري، المستوى الضريبي اللي غادي نتحمل، والانفتاح ديالي على المستثمرين الخارجيين، واش غادي نوجدوا وليداتنا ولا شي حد اخر باش يكمل المشروع من بعدنا. هادشي اللي شفنا غير نبذه من النظام الضريبي ديال الاسايغيل، باقي جوانب متعدده مازال ما شفناهمش، وننصحكم باش تشوفوا خبير في المواكبه الماليه ديالكم اللي غادي يعطيكم معلومات ونصائح كافيه على هاد الجوانب.